ديال الاقتصاد. دابا غادي نفوتوا لا دوزيام بارتي اللي هي لو ديفلوبمون دو لا بونسي ايكونوميك، التطور ديال النظريات الاقتصاديه. اولا اول نظريه بنت لنا مع لي ميركونتيليست، ثانيا لي فيزيوقراط، ثالثا لي كلاسيك لي ماركسيست، لي نيو كلاسيك، كاين لي مونيتاريست، كاين لي كينيزيان من كينز، وكاين بزاف، ولكن هادو كاينين بزاف ديال المنظرين، ولكن دائما كندرجوهم ضمن واحد التيار ولا ضمن واحد المدرسه. باغ اكزومبل ادم سميث ودافيد ريكاردو كينتميو لنا لواحد المدرسه كلاسيكيه، مثلا كارل ماركس، انجلز، ومجموعه ديال المنظرين كينتميو لنا للمدرسه الماركسيه. كاين كيزني كينتمي لنا للمدرسه ديال الفيزيوقراطيين او الطبيعيين. اولا غادي نبداو بلي ميركونتيليست. لي ميركونتيليست اولا كيما يعني نسيت، هو ان هاد التعدد ديال التيارات ولا المدارس ديال الاقتصاد السياسي كيحكمها الواقع الاجتماعي والاحداث الاجتماعيه اللي كانت في ديك لا. علاش مثلا كنشوفوا باللي كاين بزاف ديال التيارات، كاين لي ميركونتيليست، علاش ما بقاوناش لي ميركونتيليست؟ كاين لي فيزيوقراط، علاش ما بقاوش لي كلاسيك لي ماركسيست؟ علاش دائما كيظهروا لنا مجموعه ديال التيارات ومجموعه ديال المدارس؟ هذا الشيء نتيجه لذاك الواقع الاجتماعي اللي كيعيشوه. وهذا غادي نفتح واحد القوس، كاين اللي كيقول بان في النقد ديالو للاقتصاد السياسي كاين اللي كينتقد ان هاد المنظرين كونهم ما كانوش مستقلين عن تحليل داك الواقع، ما كانوش موضوعيين في التحليل ديالهم لذاك الواقع الاجتماعي اللي كيعيشوا فيه. مثلا ادم سميث يعني كان هو كيدافع على واحد الطبقه معينه، داك الشيء علاش دافعنا على المدرسه الكلاسيكيه. مثلا كارل ماركس في النظرة ديالو للواقع كان والتحليل ديالو كان كيدافع لنا على واحد الطبقة معينة، وبالتالي كاع هاد المنظرين كتحكمهم واحد الخلفية واحد الايديولوجية مسبقة كانت عندهم، هي اللي كتدفعهم انهم يخرجوا واحد المدرسة جديدة ولا ينتقدوا لنا واحد المدرسة كانت ويخرجوا لنا على الانقاض ديالها واحد المدرسة جديدة وما الى غير ذلك. يعني هذا غير واحد القوس في النقد الاقتصاد السياسي. غادي نبداو باول تيارات الاقتصاد السياسي واللي هما لي ميركونتيليست. لي ميركونتيليست كان في القرن 16 والقرن 17، وحاجه اخرى كنت نسيتها، هاد المنظرين كاملين كيجاوبوا لنا على سؤال واحد اللي هي لا سورس دو لا ريشيس. لي ميركونتيليست كيجاوبوا لنا على لا سورس دو لا ريشيس، لي فيزيوقراط كيجاوبوا لنا على لا سورس دو لا ريشيس، لي كلاسيك لي ماركسيست لي نيو كلاسيك، هادو كاملين كيجاوبوا لنا على سؤال مركزي واللي هي لا سورس دو لا ريشيس، المصدر ديال الثروه فين كاينه. وفي الاجابه على هاد التساؤلات كلها كيشوف المصدر كما قلت انطلاقا من الواقع الاجتماعي اللي كيكون كيعيش فيه. لي ميركونتيليست المساله الاساسيه اللي كيبنيو عليها الاجابه ديالهم على هاد لا سورس دو لا ريشيس هي لاكوميلاسيون دو ميتال بريسيو، يعني التراكم ديال الثروات المعدنيه ولا دوك القطع المعدنيه، وبشكل اساسي على اللوغ. يعني لي ميركونتيليست كيعتمدوا كما قلت على لاكوميلاسيون ديال لي ميتو بريسيو اي بريسيزامون دولار. هذه هي لا سورس دو لا ريشيس، يعني الدوله باش قويه هي اللي كتمتلك الذهب. الشخص باش قوي وباش عنده سلطه مثلا في ديك الدوله هو اللي كيمتلك لي ميتو بريسيو، واللي كيمتلك لنا بشكل اساسي الذهب. غادي نفوتوا للميركونتيليزم، يعني اللي خدات مجموعه ديال لي فورم واللي حتى هي بطبيعه الحال كيحكمها الواقع. الميركونتيليزم في فرنسا ماشي هي الطبيعي، الخيط الناضم ما بين لي ميركونتيليزم كامل هي لاكيمولاسيون دولور،
هذا هو الخيط الناضي. الا كان عندنا يعني اللي كيجمع لنا لو ميركونتيليزم في لا فرانس، في لانجلتير، في الاسبان، في البرتغال، هادو كاملين كيدافعوا لنا على شيء واحد اللي هي لاكوميلاسيون دولور. لي فورم اللي خداتهم الميركونتيليزم، عندنا لو ميركونت لا ميركونتيليزم، عندنا الميركونتيليزم بيليونيست. هاد الميركونتيليزم بيليونيست بنتنا بالاخص يعني في الاسبان والبرتغال. لا فيناليتي برينسيبال هي لاكوميلاسيون دولور. الهدف وثانيا وغنقولوا علاش كتساعد على لا رونتري ديال 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 يعني دونكوراجي لا رونتري ديال لي ميتو بريسيو عفوا وديال لوغ، وضد كونتر لا سورتي ديالها. قلنا بنت في الاسبان والبرتغال، علاش بالضبط في الاسبان والبرتغال هاد لو تيب ديال الميركونتيليزم بيليونيست؟ الى رجعنا للتاريخ يعني في ديك الحقبه ديال القرن 19 وما قبلها، غادي نشوفوا بان هاد جوج دول كانوا على شكل امبراطوريات، وهاد جوج دول بالاخص يعني كانوا نهجوا يعني في التراكم ديال الذهب، نهجوا الاستعمار يعني كشكل من اشكال انهم يحصلوا على الذهب، نهجوا لنا الاستعمار، وبالاخص في امريكا يعني في كاع الدول، ولكن امريكا اللي كانت غنيه بالذهب. داكشي علاش كنشوفوا الميركونتيليزم بيليونيست بانت بشكل اساسي في الاسبان وفي البرتغال، وكما قلنا يعني هذا هو الهدف من هاد لو تيب ولا من هاد لا فورم ديال الميركونتيليزم. بالنسبه للميركونتيليزم كوميرسياليست، الميركونتيليزم كوميرسياليست واللي جاي انا من الكوميرس يعني التجاره، واللي بانت عاوتاني بشكل اساسي في انجلترا. علاش؟ الا جينا نشوفوا الموقع ديال انجلترا انها كانت عباره عن جزيره، وبالتالي داك الموقع ديالها ساعدها انها دير واحد الاسطول بحري باش تعاون التجاره بين الدول. دونك الميركونتيليزم كوميرسياليست لا فيناليتي دائما برينسيبال هي لاكوميلاسيون دولار. ولكن كي دارت؟ واش عن طريق الاستعمار بحال الاسبان وفرنسا؟ واخا حتى هما كانوا عندهم مستعمرات، ولكن عن طريق ماذا؟ عن طريق يعني دير واحد الاسطول بحري وتفرض على الناس اللي غادي يديروا التجاره انهم يستعملوا لي نافير بريطانيك يعني السفن البريطانيه. بالنسبه للميركونتيليزم يعني الشكل الثالث اللي هو الميركونتيليزم اندستريالست، اندستريالست هذا بان مع واحد سميتو كلوبر، هذا فرنسي، وبالتالي غادي تكون يعني غادي تكون بانت بشكل اساسي بانت في فرنسا. هاد النوع ديال لي ميركونتيليزم جات مع لا كرياسيون ديال لي مانيفاكتور بوغ اتيري لا رونتري دو لور. شنو هي المانيفاكتوره؟ وقيلا قريتوها ولا عاد غادي تقراوها. المانيفاكتوره هي عباره عن واحد المصنع صغير، كاين المصانع لي زونتربريز والمصانع، وعندنا المانيفاكتور هو عباره عن واحد المصنع صغير كيعتمد لنا على من على الاشغال اليدويه. فرنسا في ديك الحقبه كانت عباره عن واحد الدوله اللي الطبيعه ديال النشاط ديالها هو نشاط زراعي، يعني بشكل اساسي كان نشاط زراعي، وبالتالي يعني هاد الطبيعه ديال المجتمع اللي كانت في فرنسا بشكل كبير ساعدها باش انها تنهج لنا هاد الشكل في لاكوميلاسيون دولور يعني ديال لا كرياسيون ديال دي مانيفاكتور. واخيرا اللي هي لاكوميلاسيون كاميراليست، لو ميركونتيليزم بلوتو، لو ميركونتيليزم كاميراليست، واللي بانت في المان بزاف ما كيعتبروهاش لحقاش كيشوفوا بان لي تيب ولا لي فورم دي ميركونتيليست بنتنا في فرنسا، في لونجلتير، وفي الاسبان، وبيان بورتوغال. يعني هادو هما الدول اللي كانت سائده فيهم ولا سائد فيهم هذا النوع يعني من الاقتصاد. لا فيناليتي ولا بانت حتى هي مع لا كرياسيون دي مانيفاكتور. دونك واحد لو ريزومي على الميركونتيليزم، الميركونتيليزم جاتنا باش انها تقطع لنا مع دوك الاشكال ديال الاقتصاد اللي كانت في العصر ولا في القرون الوسطى،
ولا فيناليتي برينسيبال هي لاكوميلاسيون دولار. يعني في دقيقة أننا لو ميركونتيليزم الهدف الأساسي هي لاكوميلاسيون دولار أو بيان لي ميتو بريسيو اي بريسيزامون لور. دونك سالينا مع الميركونتيليزم غادي نفوتوا لي فيزيوكرات. حتى لي فيزيوكرات حتى هما ساهلين بزاف، ميم با واحد دو مينوت يعني غنكونوا كملنا هاد لي ميركونتيليزم لي فيزيوكرات. وقلنا حتى يعني بوركوا ليكونومي بوليتيك اي اون سيونس، الديمارش ديال باش نحكموا على شي حاجه هو سيونس ولا ماشي سيونس، اي لي زابروش ايكونوميك كنا هضرنا عليهم، ولكن يعني تزيدوا تعمقوا اكثر في هاد الشيء هذا. لي فيزيوكرات بانوا لنا حتى هما في النهايه ديال القرن 17، وكما قلنا دائما السؤال اللي مطروح هي لا سورس دو لا ريشيس. الا حاولنا اننا نجاوبوا على هذا السؤال اللي هي لا سورس دو لا ريشيس سويفون لي ميركونتيليست سويفون لي فيزيوكرات سويفون لي كلاسيك، صافي غادي نكونوا يعني جاوبنا بشكل اساسي وفهمنا كاع هاد النظريات الاقتصاديه. لا سورس دو لا ريشيس سولون لي فيزيوكرات ماشي لور نو الور كوم لي ميركونتيليست، مي سي لو ترافاي mais au travail des hommes et la terre. يعني هادو هما لي دو برينسيپ ديال لا سورس دو لا ريشيس بور لي فيزيوكرات، هو لو ترافاي دي زون وهي لا تير. صافي يعني بعجاله قلنا من المنظرين ديال لي فيزيوكرات هو كيزني. كيزني شنو دارنا؟ قسمنا المجتمع لثلاثه ديال لي كلاس، ولا قسمنا الاقتصاد لثلاثه ديال لي كلاس. عندنا بروميير كلاس اللي هي لي بروبريتير فونسيي ولا هما ملاك الاراضي، دوزيام كلاس اللي هما لي فيرميي، والتروازيام كلاس اللي هي لا كلاس دي كوميرسون اي ارتيزون، يعني ديال لي كوميرسون ديال التجاريين والحرفيين. كيزني شنو كيقول؟ كيقول باللي لا كلاس دي كوميرسون اي ارتيزون هادو ما كيساهموناش في الانتاج ديال الثروه، هما فقط كيقوموا لنا يعني كيحولوا لنا ديك الثروه اللي كاين. شكون اللي كيصنعها؟ شكون اللي كينتجها بليطو؟ كينتجوها لي فيرمي. اذا لي كوميرسون اي ارتيزون شنو كيديروا لنا؟ غير كيحولوا لنا ديك الثروه اللي تنتجت من طرف لي فيرمي، كيحولوها لنا هما كيترانسفورميوها يعني لي كلاس الاخرين اللي قالنا كيزني. وبالتالي يعني شكون هما اللي كيساهموا في الانتاج ديال الثروه؟ هما لي فيرمي لي كوميرسون اي لي ارتيزون، كيتعتبروا بحال سو سون ستيريل يعني عقيمين، ما يمكنناش ينتجوا لنا الثروه، هما غير كيحولوا لنا ثروة يعني وكيقسموها لنا. بون مهم يعني هذا الشيء اللي كاين بالنسبه ل يعني لي ميركونتيليست اي لي فيزيوكرات. لي فيزيوكرات الاساس فيها هو يعني هو الارض، يعني اللي كيمتلك لنا الارض هو اللي عنده الثروه. لي ميركونتيليست اللي عنده لوغ هو اللي كيمتلك لنا ثروة. بون مهم يعني هذا هو كان واحد كان عبارة عن ملخص، حاولت انني نلخص لو ماكسيموم ديال هاد الاخر. وفي الغالب يعني هادو هما لي كيسيون اللي كيتحطوا، ديفينير لي ميركونتيليست، كيل لا سورس دو لا ريشيس بور لي ميركونتيليست، دوني لي فورم دي ميركونتيليست، لا سورس دو لا ريشيس سولون لي فيزيوكرات. كيزني شنو دار؟ سبديفيز يعني ليكونومي اون 3 كلاس. شنو هما هاد لي 3 كلاس؟ واش لي كوميرسون اي لي ارتيزون كيساهموا لنا في الانتاج ديال كيساهموا لنا في لا برودكسيون؟ هادو كاملين يعني حاولت انني نعطي عليهم اجابات. ايل سي في لي ستوديون يديروا واحد الملخص يعني انطلاقا من هاد الشيء اللي درناه، اي جو سوي سيغ بلي ان شاء الله غادي تكون نتيجه ايجابيه. Bon.
مهم. المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا. اللايف راه غيبقى مسجل، اللايف غيبقى مسجل. واه اللايف راه غيبقى مسجل. كنتمنى تكونوا فهمتوا واحد شويه. اعتذر الا كنت كنزرب. المهم لي غومارك ديالكم غادي نكون يعني غنتقبلها بصدر الرحب. كاع لي غومارك ديالكم كونسيرنو هاد الاخر، انا لست متعودا على هاد لو تيب ديال الشرح. جو بريفير انا نكون مع لي زيتوديون، ولا المهم مانيش عارف، كونوا هكا كنناقشوا مع بعضياتنا فشي كافي فشي كدا، المهم وكنهضروا وكنناقشوا. بون مهم يعني هادشي اللي كاين. كيما قلت كاع لي رومارك ديالكم، لي كيسيون ديالكم، اي حاجه قدرت نجاوب عليها مرحبا، ما قدرتش نجاوب عليها نقلبوا عليها جميع ونجاوبوا. الى استفدتوا مزيان من هذا من هذا من هذا لو لايف، حاولوا تبارطاجيوه مع تيزامي، ولا تبارطاجيو لو بروفيل. انا غنقول لكم بالنسبه لا سيونس الماجيه، باش نكملوا الجزء الثاني ديال هذا اللي غادي نهضروا فيه على لي كلاسيك لي ماركسيست اي لي نيو كلاسيك، وحتى هي بواحد يعني بواحد الشكل اللي ملخص كبير، ما تقدرش عاد تزيد تلخص من فوقه، ولكن زيدوا تقراو زيدوا. كاين لا ريشيس دي ناسيون ديال ادم سميث، كاين نقد الاقتصاد السياسي، كاين لو كابيتال ديال كارل ماركس، بزاف ديال الكتب حاولوا انكم تقراو. مهم السلام عليكم، ونتمنى تكونوا فهمتوا شويه. لا.